نحس روحي كتفي يعني ما نجيبش نلعب نمشي نعدي يقولوا لي عند طونديني تعادي حتى مشكلة نعدي يقولوا لي ليه يعني قعدت فيه كل 6 سنين ولا كل مرة كل عام لازم يكون عند طبيب. معناها هو حسب اول لما حسيت بالاوجاع قالوا لك فمو فمو اول حاجه بدات فمو فمو وبعديك كي بدات تكبر الاصابه قالوا لك تمست بجرثومه والجرثومه دي حسب طبيب فما طبيب فسر لي هكا طبيب. مش الكل واحد قال لي انت كي صارت لك الاصابه عاجك طبيب المنتخب ولا لا ما صارتش معناها كي تشيل لي نمشي نعدي وما يعطيني دواء معناها جوست يعطيوك الدواء باش نزيدو نوضحوا الاصابه معناها اللي نقراو فيه صحيح ورم على مستوى العمود الفقري معناها يا ناس اللي تسمعوا ما عادش اصابه نتاع لعبه ولا مرض معناها حاجه ولا من اصابه ولا مرض من اصابه ولا مرض حسب ما حكيت معاك فاتن شويه قلت لي انه الجرثومه تنجم تكون خلال مشاركتكم في كينيا يظن ايه. خاطر هو حسب ما يحكي لي طبيب قال لي عنده 6 سنين بالضبط انا قعدت نرجع في روحي شنو هو الحاجه اللي عملتها مين شو جيني الجرثومه نتفكر اللي مره انا نلعب انا والبنات تحت البيسين تحت البيسين مسخ برشا وتجرحت يعني. من وقتها بديت تطلع لي الليتاش قال لي طبيب فما ليتاش يطلعوا لك هما لي سيلين تاع المرض وانا وقتها مش لقتش بهم في بالي ليتاش عاديين فهمت من بعد تطلع يعني من وقتها بدا يتكون المرض به هذا بالنسبة للحالة نتاع فاتن الحباشي دونك مشيت للطبيب قال لك العملية مضمونة النجاح في تونس لكنها تخلف إعاقة ايه هما قالوا لي تنجح حسن بصول عملية ما فماش حتى واحد قال لي باش تطلع لاباس يقول لي فما اللي يقول لي انسى باش ترجع تمشي فما اللي يقول لي راه باش تصيرك اعاقة وفما اللي يقولوا لي اسمع ما تعملهاش انا خير ما تعملهاش لهنا خير هذا فما طب يقولوا لي اللي نصحوك انك تمشي لالمانيا معناها وعملت الاتصالات معناها جارانتي معناها خلينا بلغه معناها بلغتنا جارانتي تمشي لالمانيا العمليه تصير وبنجاح وما غير ما تسبب حتى اعاقه معناها هذا حسب الاطباء اللي في تونس معناها الطبيب فعلا فما طبيب هو اللي نصحني بالطبيب هذا الطبيب هذا اسمه ماهر نسيت لقبه هو اللي عطيته مشيت نسال فيه يعني حبيت نفهم اكثر الكلام تاعي قال لي راهي سايبه على الاخر وانا ما نمسكش انا في تونس وانا عالجت اصلا قبل 3 شهور عملت اشعه شهر ونص 25 سيونس عملت على اساس نرتاح شهرين وبعد نعاود نعمل لي ريم قال لي طبيب باز بالاشعه مش يقف ما عادش انا يا اخي هو كبر في 3 شهور زد سنتي و 3 مليمتر قال لي نعملو شيميو المشكله انا برشا طب يقولوا لي ليه تعملش راهو ما عنده ما يعمل لك فملي يقول لي لا راهو يعمل لك يعني نجم يوقف وما عادش ينمو فملي يقول لي اذا كنت تعمل شيميو نجم يصعب العمليه من بعد فهمت حرت انا ما بقيتش نعمل الطبيب هذا قال لي ما تعملش شيميو نشوف لك انا طبيب برا وقال لك انا الحق اتصلوا بالاطباء اللي برا فما في المانيا طبيب قال لك العمليه تصير ومضمونه النجاح وبدون اي اعاقه معناها وتتكلف 100 مليون اي هو الطبيب بالضبط اللي انا ما حكيتش معاه الطبيب الطبيب الالماني كلم الطبيب نتاعي وقعد هو اياه هم كونتاكت يمكن جماعتين هو يقنع فيه باش انا نمشي له قال له انا المريضه هذه انا نحبها تجيني من الاول انا خايفه خاطر الكل يقولوا لي ليه باش تصير لك حاجه انا ما حبيتش نعمل عمليه الطبيب تاع الماما مرجني يقول لي ليه لازمك تمشي لازمك وراو الريسك نتاعها مش كيما في تونس وقال لي اصلا بريديكاسيون مش ترجع انت من بعد شويه بشويه ممكن اصلا ما تستحقش برشا سيونسيت ممكن جمعتينا كهو فهمت مش كيما في تونس يقولوا لي لا طيحوا لي المفرق كيف في تونس لا لا لاباس فاتن دونك مادام فما امل في انه العمليه تكون ناجحه سواء في تونس ولا خارج تونس دونك معناها ما نتصورش حاجه تخوفك برشا اللي يخوف انه ما نلقاوش الدعم الكافي من السلطات المعنية نذكر أنه فاتن الحباشي شاركت في عديد المناسبات الدولية رفعت أدراب تونس عالي حققت إنجازات مع المنتخب الوطني التونسي بطولات هذا الكل يلزم ناخذوه بعين الاعتبار من السلطات المعنية دونك نحاولوا ناخذوا بعد شوية معنا منير بن سليمان رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة نزيدوا ناخذوا معناها فكرة على حالتك بالكش الناس كل في بالها نتصور فاتن في الجامعة قلت لحد مش مشكلة منهم هم قلتني أنا بدي من اللي سمعت لي أنا مريضة ما قلت لحد أصلا في دار كين دارنا كهو
حتى اصحابي حتى اه دونك ماناش باش نلومو برشا كي على على الجامعه انا قلت لك انا خاطرين ما قلت لحد وما حتى حد اسمع هي الحكايه بدات تظهر المده الاخيره فات معناها أيوة انا مازلت نرى معناها بدات تظهر ومشكورين تلفزيون باجا تي في في الفيسبوك معناها هما اللي عملوا الحمله هذيا ومشكورين برشا لانه بدات تاخذ في صيت كبير على مواقع التواصل الاجتماعي شفنا برشا ناس تفاعلت معاك فاتن وحاجه تحسب للتونسي انه ديما يتفاعل في الحالات هذيا انا كنت نحس روحي وحدي ملي الناس الكل يطلبوا فيا تليفوني ما يركحش اصلا هما التونس هزوا لي المورال حقيقه البريد هذيا نحس في مورالي طلع اكثر من قبل كنت قلقه يعني وديما خمم من البريد هذيا نحس كي يكلموني العبيد ويشجعوا فيا ويهزوا لي في المورال تروح يعني احسن شوي لاباس فاتن احنا اللي نظنوه انه ان شاء الله فما برشا ولاد حلال فما التوانسه كل نتصور اللي ينجم يعاون فاتن يعاونها وسي توفيق يظهر لي زاده فما دور كبير للسلطه المعنيه نحكي وزاره شباب نحكي وزاده جامعه تونسيه لكره الطايره فاتن ماهيش نابوركي بطله تونسيه اون فان كونت والله انا باسم وامام مصدح راديو ماد نحب ساعه قبل شيء نوجه التهنئه بالعيد الاضحى للشعب التونسي نتمنى باش يعيد عليه الخير واليمن والبركات وكما قلت لكم تقول انت بالنسبه لتعب الشعب التونسي خذ كثير من اصحاب النوايا الحسنه واللي ضامنوا واكيد انهم باش يتفاعلوا تفاعل ايجابي مع هذه الحاله اللي فاتن اللي هي تونسيه وخدمه المسحه الوطنيه وكانت عضوه وشاركت حتى في بطولات كبيره ياسر وحتى في سنة الصغريات فبطبيعة الحال أكيد وأنه الشعب التونسي باش يتفاعل إيجابيا وأملي وتيد في أن أصحاب النوايا الحسنة باش يتحركوا تحرك إيجابي ويمكنوا هذه الفتاة هذه الشابة التونسية باش تحقق الأمنية متاعها خصوصا أنها تمتع بصحة وترجع في صحة جيدة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله فاتن وإن شاء الله كما قلنا السلطة المعنية أنت بون الحكاية بقات معناها كويزينة أنتيرهم خليتها بينك وبين داركم معناها الحكاية ما فرحتش برشا نحن نحبوا ندخلوا الناس الكل المعنيين بشأن الكرة الطايرة وما فماش خير من سي منير بن سليمان رئيس الجامعة التونسية للكرة الطايرة حاضر معنا الآن سي منير مرحبا بك.